صباح الخير. اليوم والله يلا نمت، جاء تعليمات من القبطان مدري شو يقول، اذا جاء نداء في كود اسمه سيف هافن، سيف هافن اذا قلنا تروحون المكان الفلاني مدري شو تقول عشان نعطيكم قوارب النجاة، خرابيط. المهم قالها لنا بالانجليزي ونمت شوي. كموستاس سنيورا سنيورا سيف هافن بالاسباني. خلص وقلت خلاص برقد شوي. اشتم العصف هذا سيف هافن بالالماني. لا حول ابن حلال. خلاص يوم رقدت كذا تجي ذي سن سيف هافن يا ليل الليل. اللغه كم قراها في كل اللغات. ما نمت، قمت فتحت الجوال في التويتر لين خلصوا ورقدت. اقسم بالله اقلقون عشان هذا السيف هافن. كافي دارة هي بيقدم قهوة ستاربكس، طبعا هو مو باسم ستاربكس لكن كل اللي عنده منتجات ستاربكس. هذا المطعم او الكافيه 24 ساعة طبعا. هذا عندي بيتزا واشياء حلوة عصيرات، يفتح للساعة 3، الساعة 3 الفجر يقفل. وش ده سلامي سلام. هلا والله يلا رز بالكاري ناشف. وش ده الخلطات انت ترى غدا وغدا بطور والله متعب. ملاحظه رهيبه الايام كل يوم يعيد المباراه. اي الحين حاطين فرايدي وامس فعلا اشوف وينزداي ثوزداي. اقول يا ولد شلون اللفت الحاله ولا يضرم يغيرون كل يوم شوار. انا لا خل ما في جورد ما لعبوه اسحبوا عليه. شوف جالس نامر يطقطق بالجوال شكله ملحط والله شكله مسحب عليه ما لعبوه. خسرت يا سبيكه مايكل جوردن يا سبيكه ليه. انا اعطي فرصه للضعفاء انهم يطلعون. انا في القمه يا ليبرون جيمس انت ايش سويت بهم؟ والله هبلوبي يلعبون خلاص كلها طلعت سبيكه. سله هذه اليوم ترى زلج مخيسه. ايه قبل الله يطلع. هذا مسبح للمجزره والشياب هم مبسوطين. ولد ايش تلعب انت؟ قسم بالله لي يمكن حول 13 او 15 سنه مره ما ايام فال. التوازن رخيص. راح يلا في البدايه اللفه الحال يحاول يقلد متعب باللفه. شوف شوف ما يقدر يا حبيبي. انا تربيه فال انت تزلت تبي يحاول يقلد متعب سبيكه على بالك بتقلده يقلب بطه تسبح. ايش رايك يعني انت شخص تعبان يعني اكيد المفروض ما تسبح 700 مره. اليوم نمنا ما شفنا التعليمات. طيب لو تغرق السفينة شو بتسوي انت؟ تسبح؟ كم كيلو طيب؟ 200 كيلو طيب. انا طلبت الشوربة والله ما ادري عاد. انت كيف؟ ما عندنا كل عاد ما عندنا سوي. حلو مرة حلوة. وانت انت اللي سيزر مدري وش سلد مدري جوت تشيز. اها ونعم يا قلودي. ليش تاخذ مثلي نيويورك؟ الله 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 سيتم الهجوم الحين. وانت طالب كيك طالب كيك طالب كيك وش الستيك الحين بيجيبوا لك عاد الصلصات حقاتهم صلصات خاصة كلها
السايد. هذا وقت الحلا. تشيز كيك. غريب غريبة دقيقة، ترى تدخل في تاريخ ذي. وش؟ شلون أنت ما انقضيت على ذا قبل أن نصور شلون؟ ناوي ينقض، بس كنت مشغول إني أشرب. هذا وش ذا؟ ريد فيلفت. ريد فيلفت. تشيز كيك. خلي لي هذا. ماد شوكليت. تشيز كيك. ترى ماسك الملعقة. ما باه ما باه ما باه. إيه. ما تبغى تشيز كيك؟ سمو ما أحبه، أحب الشوكليت والله. يلا. أيوة كندي. كيف المطعم؟ شخصية. إيه. ثاني أفضل ستيك ذقته في حياتي. الأول. الأول طبعًا ذقته في لاس فيغاس حق طباخ جوردن رامزي. هذا معروف. هذا صراحة. هذا حلو. حاقرين دائما نمر من عنده. جنب الموسيقى ذي مساحبين عليه. مش الكاس. والله. أنا والله قبل أقول منك قبل تبي أدفع عشان يروح للمطعم ده. والله من جد. طيب تعال 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 في ستاند أب كوميدي وأنا الثيتر. ثيتر ذاك من جد ثانية من جد ثانية. يلا. صباح الخير. اليوم في لعب كورة كومبتيشن طبعا. عاد إصابتي بين وبين، يعني أعطيها 75% توني ما طبت مرة، إن شاء الله إني أقدر عاد أبيضها. يلا نشوفكم. ما فيك طب. احسب انه زي سكوتر. شوف شوف الحين الناس شلون. صح عليك. يلا يلا. اشوف التوقيت. يلا انا اكثر. يعطونا التعليقات. يعني الحين تغيرت وطلعت فنان. باخذ العاديه ذي اتدرب اول شيء. كيف بس يلا. صعبة هي اللي ضبطتني. صورني يلا. وش العرض الحين يا والله ما ادري. واحدة تعزف بس ما ادري وش عازف اليوم. طرف.
نتعشى في جيميز إيطاليا، هذا مطعم جيمي أوليفر مشهور ومعروف. هلو جود إيفنينج. ها منيو يطمن؟ لا المطعم مجنون. انا اصلا معروف جيمي أوليفر، معروف جيمي أوليفر، احنا نسميك ترى جيمي أوليفر، انا كندي أوليفر. زين هلا زين. دقيقه قبل الهجوم وش هذا؟ هلا بالزين مشروم. هذا هلا بالزين. هلا هلا هلا. هذا وش متعب؟ هذا بروسكيت، بروسكيتا. هلا بالعيال. هذه حق طماطي كندي صح؟ نفسه. هي شوف انت لازم تطلبها في كل مطعم. روح مطعم ايطالي ما تطلب بروسكيتا ما تعرف. على طول اطلع. ها معليش عندك تترافل تقلتلي، تترافل تقلتلي. اقتلني اقتلني. الحمد لله خلصنا. كيف المطعم؟ خلاص خلاص معروف معروف. توك توك ترى ما جاء حلا اصلا. بس المطعم افضل من الخراف. قراري. وانت يا ايش رايك؟ طلبات حلوه؟ ما يحتاج؟ والله رهيب رهيب هذا. ولاحظوا ما طلبنا حلا تونا. الحين لو ما عندنا باكج كيف يكون السعر؟ صار $30 الواحد للشخص. كيف الحلا؟ حتى الحلا خرافي. مطعم كله لذيذ. التراميسو انت بين ما قدرت تقاوم. شكرا يعطيك العافيه يعطيك الصحه. هلا وش ذا وش يبي؟ اوكي عيفه ليش صاحت يوم شافته؟ خايفه ولا تحبه؟ يكبر راسه شن راس واحد انا اعرفه معاذ. والى هنا نجي لنهايه الفلوق. ان شاء الله انكم استمتعتوا ولا تنسون تشتركون معنا في القناه عشان تعيشون معنا التجربه في الكروز.